بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين رمز باسمه بالحروف باء باء، يسأل ويقول: ما حكم الإفطار في رمضان لمريض الصرع إذ أنه يتناول الدواء بفترتين ولا بد ألا تتجاوز 12 ساعة، مع أن سألنا الطبيب فأفادنا بأن الإفطار أفضل لصحته، وعادة يكون العلاج لمدة سنين طويلة أكثر من 7 سنوات حتى الآن. نرجو أن توجهونا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الآية التي قبلها يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا كان هذا المرض الذي ذكره السائل لا يستطيع معه الاستمرار في الصيام طول اليوم لأنه بحاجة إلى أخذ العلاج في كل يوم من أيام رمضان أو في بعض أيامه، فإنه يفطر لأنه مريض لا يستطيع مواصلة الصيام لأنه بحاجة إلى أخذ العلاج في أثناء النهار، وإذا لم يأخذه فإنه يتمرر، فهذا يفطر. ثم بعد ذلك ينظر، إن كان يرجى زوال علته ومرضه في المستقبل فإنه ينتظر إلى أن يزول مرضه ثم يقضي ما عليه من الأيام، بقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. وإن كان لا يرجى زوال علته وهذا المرض مستمر معه وما يسمى بالمرض المزمن الذي لا يرجى له زوال، فهذا يكفي عنه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيخرج عن كل يوم مقدار نصف الساعة أو كيلو نصف عن كل يوم، ويكفي هذا عن الصيام لمن لا يستطيع الصيام بصفة مستمرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد من سوريا بعث يسأل ويقول: نعيش في البادية ونربي الأغنام ونقتل في بيوت الشعب، ولا بد لنا وحالنا ما ذكرنا من مخالطة النساء، وأيضا النساء يختلطن بالرجال لأن ظروف الطبيعة تجبرنا على ذلك، بالإضافة إلى ظروف البادية. أرجو أن توجهوا إخوانكم أبناء البادية إلى ما هو خير لهم وللمسلمين، جزاكم الله خيرا وثوابا. يجب على المسلمين حاضرة وبادية أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتجنبوا أسباب الفتنة، وذلك بلزوم النساء للحجاب الساتر لهن عن أنظار الرجال الذين ليسوا من محارمهن، وبعدم الخلوة، خلوة المرأة وحدها مع رجل ليس من محارمه، لأن ذلك سبب لحضور الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذلك تجنب الاختلاط بين الرجال والنساء مما يثير الفتنة. فإذا عملت هذه الاحتياطات فإنه بإذن الله يزول المحذور وتحفظ الكرامة. أما إذا تسهل في شيء منها حصلت الفتنة، إذا تسهل في الحجاب كشفت المرأة عن وجهها أو شيء من جسمها عند غير محارمها من الرجال، إذا خلى رجل وامرأة في بر أو في مسكن أو في
السيارة. حصلت أيضا الفتنة إذا حصل الاختلاط بين الرجال والنساء بحيث يكونون في مكان يختلطون فيه تتلامس أجسامهم أو يقرب بعضهم من بعض قربا يثير الفتنة ويحرك الشهوة. حصلت أيضا الفتنة على المسلمين عموما بادية وحاضرة أن يحافظوا على كرامة نسائهم وأن يحافظوا أيضا على كرامتهم هم. قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية الكريمة. فعلى المرأة أن تلاحظ هذا وعلى أولياء النساء أن يحفظوا نساءهم من الوقوع فيما لا تحمل عقباه. قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قالت عائشة أم المؤمنين كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات وإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. إلى غير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة في أن المرأة يجب عليها الستر الكامل عن الرجال ويجب على الرجال غض أبصارهم وحفظ فروجهم وتجنب الأسباب التي توقعهم فيما لا تحمل عقباه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني أربي الكلاب مع الغنم لحمايتها من الوحوش المفترسة وفي يوم أحد الكلاب افترس رأسا من الغنم فقتله فغضينا النظر عنه وبعد فترة من الزمن افترس أخرى فقتل. هل حينئذ أكون آثما؟ جزاكم الله خيرا. لست بآثم لأن هذا الكلب يعد من المؤذيات ومن الوحوش الصائلة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس ومنها الكلب العقور. فهذا كلب مؤذي ومفترس ففي قتله دفع لأذاه ولا إثم عليك في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول أحمد بخيت من تبوك يسأل ويقول أعرف رجلا عمره يناهز 65 لا يصوم ولا يصلي لا يحب كلام الفواحش ويشرب الخمر هل علي واجب تجاهه؟ جزاكم الله خيرا. عليك واجب النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل تجاه هذا الرجل وغيره. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فعليك أنت تنهاه عن هذه المعاصي بل إن ترك الصلاة وتعمد تركها يعتبر ردة عن الإسلام وكذلك تركه لأركان من أركان الإسلام كالصيام هذه خطورة عظيمة ولا يحق ولا يجوز لك أن تتغاضى عن ذلك وأن تخالط هذا الرجل أو تصاحبه حتى تنصحه وتدعوه إلى الله عز وجل. فإن تاب إلى الله فإن لك الأجر والله يتوب على من تاب وإن أصر على ما هو عليه فعليك بمقاطعته والابتعاد عنه لأنه عدو لله ولرسوله لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويفعل الفواحش هذا لا تجوز مصاحبته والسكوت عن جرائمه يجب الإنكار عليه. وإذا أدى الأمر إلى رفعه من السلطة إذا كان هناك سلطة تأخذ على يده فإنه يجب عليك بعد مناصحته وإصراره على ما هو عليه يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى السلطة وتأخذ على يده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول يعرف رجلا آخر يصلي بدون وضوء مع وجود الماء ولا يحبب قراءة الفاتحة وعمره ما يقرب من 70 عاما ولا يسأل الناس حتى يعلموه الفاتحة
أيضا هل يجب علي تجاهه شيء؟ لا، يجب عليك الإنكار عليه، لأن الصلاة بدون وضوء لا تصح، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه مع الاستطاعة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إلى آخر الآية. أمر سبحانه وتعالى بالطهارتين الصغرى وهي الوضوء من الحدث الأصغر، والكبرى وهي الاغتسال من الجنابة. فمن صلى من غير طهارة مع قدرته على الطهارة بالماء أو بالتيمم عند العجز عن الماء فإن صلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كان باستطاعته أن يقرأ الفاتحة، وإذا كان لا يحسنها باستطاعته أن يتعلمها، التعلم اليوم لله الحمد ميسور وسهل لكثرة قراء القرآن المجيدين للقرآن وانتشارهم، فلا يسعه أن يصلي وهو لا يحسن الفاتحة حتى يتعلمها ويقيمها على وجه مطلوب. الصلاة عبادة لله عز وجل، لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم، وكانت موافقة لما شرعه الله عز وجل، أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما شرعه الله ورسوله وأجمع عليه المسلمين الطهارة للصلاة، وأنها لا تصح بدون الطهارة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من السودان وباعثتها إحدى المستمعات من هناك، تقول: أختكم في الله أم أبو بكر. أم أبو بكر لها رسالة مطولة وسؤال طويل أيضا، ملخصه أن زوجها سافر وتركها وترك أولادها، ولها من الأولاد ولد يبلغ 11، لكنه شقي ومهمل في دراسته ولا يستمع إلى كلامها وتدعو عليه دائما، وحينئذ تسأل: ما الواجب على الزوج في مثل هذه الحالة، وما الواجب عليها أيضا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على الزوج أن لا يهمل أولاده، لأنهم رعية مقلدون في عنقه، والله سائله عن رعيته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهو مسؤول عن أولاده، لا يجوز له أن يتركهم وأن يهملهم وأن يغيب عنهم غيبة طويلة ويتركهم يهيمون ويتركون الصلاة وغيرها من أمور دينهم، أو يتعرضون للفساد في أخلاقهم وفي أعراضهم. هذه أمانة عظيمة ورعية هو مسؤول عنها أمام أحكم الحاكمين يوم القيامة. وعلى الأم كذلك أن تناصح أولادها وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لأنها مسؤولة عنهم أيضا. وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع يضربوهم عليها لعشر، هي داخلة في هذا الخطاب لأنهم أولادها، فعليها أن تواصل النصيحة معهم والقيام عليهم. أما أن تدعو عليهم فهذا أمر غير مشروع، الواجب العكس، أن تدعو لهم بالهداية. وكذلك كل ظال حتى ولو لم يكن من الأقارب ولا من الأولاد، فإن المشروع الدعاء له بالهداية، ولا سيما الوالد، فإن دعوته مستجابة، فلا يجعل دعاءه عليهم بالعقوبة، وإنما يجعل دعوته لهم بالخير والصلاح والهداية، لعل الله أن يستجيب له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في بلادنا عندما يتوفى ميت لأحد من أهل القرية، فإن النساء يذهبن إلى النساء ويبكون معهم، وحينئذ يستمر هذا لمدة يومين، ثم بعد ذلك نعود ونقرأ لهم الفاتحة على المتوفى. هل ما نفعله حينئذ صحيح، علما بأن البكاء أحيانا يكون بصوت مرتفع؟ هذا ليس بكاء، هذا نياحة، الاجتماع من أجل البكاء أو من أجل رفع الأصوات للجزع على الميت، هذا من النياحة، وهي من أعمال الجاهلية، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد برئ النبي صلى الله
عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها أو ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربان من قطران ودرع من جرب، وذلك لشدة تعذيبها والعياذ بالله. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، أما مجرد البكاء من غير نياحة ومن غير رفع صوت فإنه لا بأس به، وهو رحمة للميت يجعله الله في قلوب عباده. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، أو يرحم. فزيارة أهل الميت إذا كان من أجل تعزيتهم بمصابهم ومواساتهم فلا بأس بذلك، ومن أجل حثهم على الصبر والاحتساب فهذا لا بأس به. أما إذا كان من أجل النياحة وإظهار الجزع فهذا أمر محرم، وهو تعاون على الإثم والعدوان. قد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما قراءة الفاتحة على أرواح الأموات فإنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا تقرأ للأموات لا الفاتحة ولا غيرها من القرآن، لأن هذا لم يرد به دليل من الشرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا إحداث في الشرع ليس من الشرع. فقراءة الفاتحة أو قراءة غير الفاتحة على أرواح الأموات سواء عند الجنازة أو عند القبر أو فيما بعد ذلك بأن يقرأ القرآن ويثيب للميت، كل هذا لا دليل عليه. نعم. أيضا تابع للقضية الأولى تقول: ما حكم الأكل عند أهل المتوفى؟ هل هو حرام أم حلال؟ نحن عادتنا نذهب لأهل المتوفى بعدما نبكي في اليوم الأول، نذهب في اليوم الثالث للميت ونتغدى لأهل الميت ونتغدى عندهم وندفع لهم قروش كل إنسان واستطاعته، ونسميه قدم ويسجل ذلك وتسجل النساء أسماءهن وكل واحدة وما دفعت. ما حكم كل هذا؟ جزاكم الله خيرا. كل هذا لا أصل له، وهو من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، ومن إلزام الناس بشيء لم ينزله الله به. والمشروع في أهل المصاب أن يصنع لهم طعام ويدفع إليهم بقدر حاجتهم، قدر حاجة أهل المصاب، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن إعداد الطعام لأنفسهم، فمن التعاون معهم والرحمة بهم أن يقدم لهم ما يكفيهم في بيتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. هذا هو المشروع. أما ما اعتاده بعض الناس من إقامة الولائم والحفلات وجمع الأطعمة واللحوم وغير ذلك وإلزام الناس بذلك، هذا كلها آثار وأغلال ومآكل ما أنزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن الحجاب وعن مصافحة النساء للرجال وعن النظر أيضا، جزاكم الله خيرا. الحجاب واجب على النساء، وهو أن تستر المرأة جميع جسمها أهل الرجال الذين ليسوا من محارمها، هذا هو الحجاب، أن تستر المرأة جميع بدنها عن رجال ليسوا من محارمها بما في ذلك الوجه والكفان وسائر البدن، تستره بما يغفي عليه ويغطيه كله ويكون واسعا ليس ضيقا، ولا يكون فيه زينة تفتن الناس، وإنما يكون ثوبا عاديا، ولا يكون فيه طيب. إذا خرجت المرأة إلى خارج بيتها لا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة ولا تلبس الثياب الضيقة أو الثياب القصيرة، كل ذلك مما يخل بالحجاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ورؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهؤلاء النساء مفرطات في الستر وفي الحجاب، وإن كان عليهن ثياب إلا أنها ثياب ليست ساترة لعوراتهن، فإنها
فإنها تكون فيها عري، هي كاسية من ناحية لكنها عارية من ناحية أخرى، كاسيات عاريات. الواجب على نساء المسلمين الحذر من التساهل في أمر الحجاب. وأما بقية السؤال وهي أيضا عن الحجاب ومصافحة الرجال، أما مصافحة الرجال للنساء، الرجال الذين ليسوا من محارم النساء لا يجوز لهن مصافحتهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له كما جاء في الحديث، وإنما كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، لما في المصافحة من إثارة الفتنة وتقرب قرب المرأة من الرجل مما يثير الفتنة. ولو كانت هذه المرأة من قريباته التي لسنا من محارمه كبنت عمه أو بنت خاله أو أخت زوجته أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتودع لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.